جولة جديدة في عناوين الصحف الصادرة بدول أوروبا الشرقية نبدأها من بولونيا. صحيفة أونت اعتبرت أن إحداث حركة مدنية للدفاع عن المجتمع يأتي في سياق نقاش وجدال عمومي حول قضايا اجتماعية وسياسية معقدة، لعل أبرزها قضايا المرأة والأسرة واتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء ومدى استقلالية الحكومات المحلية في اتخاذ القرار ودورها في تدبير الشأن العام. اليومية أبرزت أن هذه القضايا تتجاوز سقف تفكير الأحزاب إلى كونها شأنا جماعيا يستدعي رأي كل المجتمع بغض النظر عن خلفيته السياسية. في روسيا أفادت صحيفة كوميرسانت بأن وزارة المالية اقترحت خفض تمويل برنامج الدولة الدفاع عن البلاد بين 2021 و2023 بنحو 323 مليار روبل. بيان للوزارة نقلته الصحيفة أبرز أنه سيتم خفض مخصصات الميزانية لهذا البرنامج بمقدار 121.4 مليار روبل في عام 2021 و73.2 مليار روبل في عام 2023. في نفس تطرقت يومية دي بريسا إلى إعادة فرض الأقنعة الواقية بغالبية الأماكن العامة بولاية كارينثيا اعتبارا من اليوم بعد ارتفاع إصابات وباء كوفيد-19. اليومية أوضحت أن القرار سيشمل الطرق والمسالك والقمم الجبلية التي تعرف إقبالا من قبل السياح المحليين والأجانب خلال هذه الفترة إلى جانب الحدائق والمنتزهات العمومية.